مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من شوط إضافي تتابعون فيها. أرسنال يستضيف تشيلسي وعينه على استعادة الصدارة المفقودة في الدوري الإنجليزي الممتاز. تتابعون أيضا الزمالك المصري ينسحب من كأس السوبر أمام الأهلي بسبب كهرباء، وفيفا تؤكد عودته للعب. أهلا بكم. تعاقدت إدارة نادي زاخو العراقي مع المدرب السوري نزار محروس خلفا للمدرب المستقيل حيدر عبد الأمير. وقال مصدر في الهيئة الإدارية لنادي زاخو إنهم اتفقوا بشكل رسمي مع المدرب محروس لكي يتولى قيادة الفريق اعتبارا من الجولة المقبلة أمام فريق الكباء التي ستجري يوم الجمعة المقبل. لذلك يكون محروس هو المدرب الثالث أو المدرب الثالث الذي يقود فريق زاخو هذا الموسم، لكنه قبل ذلك سبق له أن أشرف على تدريب فريق أربيل في بداية الموسم الكروي الحالي، إلا أنه استقال من مهمته بعد مرور ثلاث جولات فقط. أوروبيا يحل تشيلسي ضيفا على أرسنال في استاد الإمارات، وذلك في ختام مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز. أرسنال فشل في تحقيق أي فوز في آخر 4 مباريات بعدما تعادل في 3 مواجهات متتالية، ثم خسر مباراة أمام مانشستر سيتي ب4-1 يوم الأربعاء الماضي، لتكون هذه المباريات 4 سببا في تراجع الفريق إلى المركز الثاني وبرصيد 75 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي حامل اللقب. وفي المقابل تفاقمت أزمة تشيلسي في الموسم الحالي بعد هزيمته بهدفين نظيفين على ملعبه أمام برينتفورد في الجولة الماضية من المسابقة، ليتجمد رصيد الفريق عند 39 نقطة ويتراجع إلى المركز 12 بفارق الأهداف فقط أمام بورنموث. الآن سباق اللقب لم يعد بأيدينا، ما نملكه هو محاولة الفوز بالمباريات المتبقية، وما دون ذلك سيتوقف على سيتي. استحققنا الخسارة أمام مانشستر سيتي لأننا لم نقدم الأداء المأمول، لكن علينا المضي قدماً. أظن أنهم بلغوا مستواً لم نستطع الوصول إليه، لكن ذلك يبقى اختباراً جيداً لنا. لست مطالباً برفع الروح المعنوية للاعبين، فهم لديهم رغبة كبيرة قبل ملاقاة تشيلسي، ومن الصعب جدا توقع ما سيفعله الخصم، لكن يجب الاستعداد من أجل الفوز بالمباراة. هناك مرحلة طويلة فيما يتعلق بالوصول إلى المكانة التي تريدها. أتذكر اللاعب أمام ميكيل في هذه المرحلة المبكرة، في بعض الأحيان كان يلعب بخمسة لاعبين في الخلف وأحيانا بأربعة، والآن بات يملك هوية واضحة. كان هناك الكثير من العمل داخل الفريق بمساعدة ميكيل وباقي الأفراد. هل نحن نملك إمكانية لنفعل ذلك؟ نعم. هل سيحتاج ذلك إلى الوقت واتخاذ قرارات سليمة؟ نعم بكل تأكيد، لكن يمكن الوصول إلى هذه المرحلة. يمكن فقط العمل للوصول إلى المستوى المطلوب من الأداء واستعادة الثقة. كنت هنا في لحظات كان مستوى الثقة فيه منخفضا، لأنه لا أحد يحب خسارة المباريات. من نظري عبر التاريخ فلقد نجحنا في العودة بفضل العمل الجاد. يمكننا فقط التفكير في المستقبل والعمل بجدية كبيرة للوصول بالتشكيلة إلى المكانة التي نريدها. مواجهة سابقة جمعت بين الفريقين سواء في الدورية الإنجليزية الممتاز أو في مسابقات أخرى نتعرف إليها، إلى تاريخها طبعا وأرقامها في هذا العرض. مواجهة أرسنال وتشيلسي في جميع المسابقات أعزائي المشاهدين، بلغ عدد المباريات 154 مباراة فاز أرسنال في 61 مواجهة، بينما كان الفوز لمصلحة تشيلسي في 53 مواجهة، وحسم التعادل 40 مواجهة بين الفريقين. أما بالنسبة لمواجهات الفريقين على مستوى البريمير ليج الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد خاض الفريقان 61 مباراة، فاز أرسنال ب24 وفاز تشيلسي في 20 مباراة كذلك، وحسم التعادل نتيجة 17 مباراة. أما بالنسبة للأهداف للفريقين، أهداف تشيلسي وأرسنال في الدوري، سجل أرسنال نفس عدد الأهداف بالنسبة لنادي تشيلسي 82 هدف كان رصيد الفريقين بالنسبة
للسجل التهديفي. أما أفضل الهدافين بين أرسنال وتشيلسي نذكر هؤلاء اللاعبين: ديدي دروغبا لاعب نادي تشيلسي ب 13 هدف سجل، بوبي تامبلينغ سجل 10 أهداف، تيري أونري طبعاً الغني عن التعريف سجل 10 أهداف، بينما راي كينيدي لاعب نادي أرسنال السابق 9 أهداف، وأخيراً إيان رايت سجل 8 أهداف. في موضوع آخر، أعلن نادي الزمالك انسحابه من كأس السوبر المصري عبر بيان نشره على موقعه الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي. وقال النادي إن الانسحاب جاء بعد سلسلة من القرارات المتعنتة من اتحاد كرة القدم، بداية من أزمة قيد الصفقات وصولا إلى قضية اللاعب محمود كهربا. وعبر النادي في بيانه عن الاعتذار لدولة الإمارات حيث تقام المباراة وللجماهير التي اشترت التذاكر. من ناحية أخرى، كتب حساب الفيفا الرسمي العربي حول مباراة السوبر المصري وقرار انسحاب نادي الزمالك من مباراة الجمعة القادم. وقال حساب فيفا نقلا عن مصادر موثوقة وفق تعبيره أن الزمالك تراجع عن قرار الانسحاب من مباراة السوبر بالإمارات، وكان الاتحاد المصري قد تواصل مع نادي بيراميدز الذي حل وصيفا في الدوري وفي كأس مصر. أما أساس خلاف الزمالك واتحاد المصري خلال هذا العام فهو قضية لاعب القلعة البيضاء السابق محمود عبد المنعم كهربا. فما هي تفاصيل هذه القصة؟ نتابعها في المادة الآتية. مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع قصة انسحاب الزمالك، حيث عبر نجم الكرة المصرية السابق ميدو عبر حسابه قائلا: كل جمهور الزمالك ولاعبيه السابقين مع قرار مجلس إدارة النادي بالاعتذار عن عدم خوض مباراة كأس السوبر المصري لأول مرة، يتحد الجميع خلف قرار مجلس إدارة النادي، قرار كنت أتمناه. والحقيقة لجنة التظلمات بقرارها النهاردة سهلت القرار على مجلس إدارة النادي وخلوا كل الزملكاوية يتحدوا لأول مرة منذ فترة طويلة. أما بالنسبة لرشا فكتبت هي الأخرى مغردة حول هذا الموضوع: كالعادة هروب نادي الزمالك من مواجهة الأهلي تجنبا لنتيجة ثقيلة خماسية أو سداسية، مر الأوتوبيس ومر الطيارة، مسلسل هروب الزمالك مستمر. أما بالنسبة لحساب يدعى زملكاوي فقد قال:
عشان نادي الزمالك الكبير فعلا بيطالب بحقه بالقانون، مش زيكم بتطلعوا كل شوية أو بتطلعوا كل شوية بيان وبتاخدوا قرارات غلط. طب ما انتم اللي طلعتوا بتقولوا نادي الأهلي حينسحب لو كهربا ما كانش موجود في السوبر، ورحتوا تعيطوا لاتحاد الكرة ولجنة التظلمات بالرشاوي، عمركم ما بتقولوا لا. أما اتحاد الكرة المصري حسب ما قال راغب يقول اتحاد الكرة المصري بيبحث عن محلل للعب مباراة السوبر بدل الزمالك، لك الله يا مصر. قاد جيمس هاردن فريقه فيلادلفيا 76رز بعد تسجيله 45 نقطة، ساهمت بالفوز على مضيفي بوستن سيلتكس بنتيجة 119 نقطة مقابل 115، محققا الانتصار الأول في سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية. هاردن سجل سلة ثلاثية قاتلة من المسافة البعيدة قبل 8 ثوان من صافرة النهاية، مانحا التقدم لفريقه، كما مرر 6 كرات حاسمة وقاد فريقه للفوز رغم غياب زميله الكاميروني جويل أمبد، أفضل مسجل في الدوري المنتظم بسبب التواء في ركبته اليمنى. بعد هذه المباراة مدرب 76رز دوك ريفرز امتدح هاردن قائلا: لقد كان عبقريا، حافظ على رباطة جأشه، يعرف متى يجب أن يهاجم ومتى لا، كان صبورا وأنا سعيد جدا من أجله لأنه يظهر ما يمكنه فعله في أمسية معينة، لقد كان رائعا. أما جيمس هاردن فقال بعد هذه المباراة عن رميته الثلاثية الحاسمة: سواء كانت ناجحة أم لا، لدي كامل ثقتي للقيام بذلك. وأضاف: كنت أتساءل عما إذا كانوا سيضعون لاعبين للدفاع علي، ثم نظرت إلى الأعلى وقلت لنفسي هذا ما أعمل عليه كل يوم. أما في الغرب فقد سجل العملاق نيكولا يوغيتش 39 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة ليقود دينيفر ناجتس للانتصار على فينيكس سانز بنتيجة 97 نقطة مقابل 87، ويحقق فوزا جديدا في قبل نهاية القسم الغربي، ليتقدم ناجتس بذلك 2-0 على سانز في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات. نختتم شوط إضافي لليوم أعزائي المشاهدين في ملاعب التنس، حيث سيتمكن لاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش من المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى، بعدما أعلنت حكومة الولايات المتحدة رفع القيد الإلزامي لتلقي لقاح كورونا بالنسبة للوافدين لأراضيها اعتبارا من 12 من أيار مايو الجاري. وكان جوكوفيتش قد غاب عن بطولتي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة عام 2022 بسبب موقفه من تلقي لقاح كوفيد-19. يذكر أن جوكوفيتش قد أحرز لقب بطولة أمريكا المفتوحة 3 مرات في أعوام 2011، 2015، 2018. إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام شوط إضافي لهذا اليوم، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.